تشكيل الجيش الوطني كان من التشكيلات الكويسة ومنيحة للشعب، لأنه بيلغي التقطعات بين الفصائل، فهني بوحدهم تحت رأي وحدي أو تحت اسم واحد. بس ولكن في بعض الأمور اللي منوقف عندها، اللي هي أنه عم بتجندوا تحت قيادة لفرض دول الخليج أو لدول غربية خارجية. ما يعني توقعاتي أنا أنه الجيش فاشل من قبل ما يبلش. ليش؟ لأنه راح تكون كلمته مو بإيده، كلمته بإيد تركيا. تركيا راح تلعب فيه مثل يعني كلمته بإيد تركيا، ما مو أنه الجيش كلمته من عنده من نفسه. نتمنى أنه هذا الشيء يصير، لأنه بيساوي توحد، يعني بصيروا قيادة واحدة، كلمة واحدة، قائد واحد. هذا الشيء بيفيد الثورة السورية، بيفيد السوريين بشكل عام. يعني لما بصير في جيش موحد في سوريا، بالنسبة لهذا الجيش الوطني اللي بدي تعمله الحكومة التركية، لا نحن بدنا جيش يضم جميع الفصائل المقاتلة يدافعوا على الأراضي السورية، ما بدنا أنه جيش أنه أشود علاك يضم فصائل فصائل، لا، مشان ما يصير أنه مشاكل بين الفصائل. هذا اللي بدنا إياه نحن، أنه يضم جميع الفصائل، ما يستسلم حليل. نعم، أنا مع تشكيل أي جيش وطني يكون نواة لجيش يحمي الشعب السوري، ويكون نواة لم شمل هالفصائل المتبعثرة في المناطق المحررة، ويجمعهم تحت رأي وحدي وهي رأي الشعب السوري. طبعا احنا مع اي تشكيل او تكتل بيجمع كل الفصائل السورية على الارض، بس بده يكون شامل لكل العناصر المقاتلة ضد النظام، ويكون يحقق اهداف الثورة السورية. والدعم التركي نحن بنرحب فيه، لانه اثبتوا الجيران الاتراك انه هم الوحيدين، هم وبعض الاشقاء العرب اللي داعمين للثوره السوريه. فنحن بنرحب بالدعم التركي. وطبعا الجيش الوطني بالشمال السوري لازم يكون يشمل جميع الفصائل، لا يستثني احد ابدا، ويعمل على تحقيق اهداف الثوره. طبعا نحن مع تشكيل اي جيش يخدم مصالح الثوره السوريه. الكام بدعم تركي اثبتوا الاتراك، جيراننا الأتراك، دعم الثورة السورية مدى الخمس سنوات السابقة. نحن منرحب بالأخوي الأتراك ودعمهم، هنن أثبتوا أنه هنن أشقاء وليس جيران. الله يبارك فيهم، وإن شاء الله هذا بيكون نواة جيش وطني حقيقي بيخدم وطننا سوريا. إن شاء الله يكون على خير، يجي خير على المواطنين وعلى الأمة الإسلامية وعلى سوريا بالتحديد، وإن شاء الله توفقوا كلياتهم تحت رأي واحد. نتمنى يكون التشكيل لخدمة الأمة الإسلامية ولخدمة الشعب السوري لرفع المعاناة عن المجتمع السوري بأكمله، ويكون تحت نواة وحدة برأي وحدة وقائد واحد. لأنه إذا ما كان في قائد واحد فما بنستفيد من الجيش كلياته. وأهم شيء أنه هالجيش يتوحد تحت كلمة وحدة حتى يحمينا من الميليشيات الخارجية ومن نظام الأسد اللي عاصف فسادا في هذه البلاد.